السيد علي صاحب جار العلاق ممتازة السيد المنتدين السلطة المحلية السيد رئيس المجلس الأمني المحلي السادة مريدي ضريح سيدي عزوز ممتازة العليا أيها السادة الكرام تعليمات مولوية من أمير المؤمنين صاحب جار الملك محمد السادس نصر الله تحل بينكم اليوم في هذا اليوم المبارك في هذا المكان المبارك الشريف لجنة ملكية بشرف كبير وعظيم لأولا تبلغكم رضا وعطف والسلام صاحب الجلالة نصر الله وإجابة وكذلك لتسلمكم هبة ملكية مالية مباركة من أجل إحياء ذكرى وفاة المغفور له صاحب الجلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه كما هو المعتاد من خلال إحياء والتوزيع سلك قرآنية وأمداح نبوية وإقامة حلقات للاستغفار وكذلك الدعاء لمولانا المنصور لله والتأييد والتمكين والدعاء لولي عهد المولي الحسن ولكافة أفراد الأسرة الملكية الكريمة الشريفة باليمن والبركات لكل أفراد الشعب المغربي بالاستقرار والازدهار والأمن والأمان إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى الامين وعلى اله وصحابته اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سيد رئيس واللجنه الملكيه المحترمون سيدي عامل صاحب جلاله على اقليم تازه ومرافق المحترمون
السادة القيم الدينيون الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول ربنا سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول جل جلاله: ادعوني أستجب لكم. ويقول سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسداء لكم معروف فكافئوه، فإن تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له. ونحن في هذه اللحظات المباركات الطيبات، وفي هذا الجمع المبارك الكريم الذي تحفنا فيه الرحمة وتخشانا فيه الملائكة، ويذكرنا ربنا سبحانه وتعالى في من عنده بملائكته المقربين وعباده الصالحين، نرفعه في الضراعة إلى ربنا سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، واكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا اكرم الاكرمين. مولانا امير المؤمنين وحامي حمل الوطن والدين جلاله الملك سيد محمد السادس، اللهم كن له الولي والنصير والظهير والمعين. اللهم كن له الولي والنصير والظهير والمعين. اللهم اعلم يا ربي على تحمل اباء المسؤوليه، اللهم وفقه يا ربي لكل خير وعين عليه، اللهم اصلح به وعلى يديه، اللهم اجعله يا ربي عليك من ذاكرين وينعو بك من الشاكرين، موطن وشاهد المحبه والموده بينه وبين شعبه الوفي لما في على كلمه تحكم الدين ولما في نصرة قضاء الاسلام المسلمين. كما سالك يا ربنا ان تمد في عمره وأن تقوي في بلده، وأن تجعل هذه البركة وهذه الصدقة وهذه الهبة في سجل حسنات يا رب العالمين. اللهم أعد في فعل الخيرات الصالحات والمغرات وجهته، وأعد في عبادك الصالحين مزيدة، وأسألك يا ربنا أن تقر عينه وتحقق رجاءه في سمو نعده، سمو الامين مولاي الحسن، والبث يا ربي نبات الحسن وسير ابنائي وبنات المسلمين. كما سالك يا ربنا ان تشد اغرامنا الامام بشقيقه سمو الامين مولاي الرشيد وباقي افراد اسرته الملك الشريف وشعبه الوفي. واسالك يا ربنا في هذه اللحظات المباركات الطيبات أن تتغمد برحماتك ورضوانك الإمامين المجاهدين رائد التحرير وبطل الحرية والاستقلال الملك المجاهد مولانا محمد الخامس، ورائد الوحدة المغربية وباني الدولة المغربية الحديثة والبعث الإسلامي، ومبدع المسيرة الخضراء المظفرة مولانا الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما، اللهم احشر روحيهما وجميع ارواح المسلمين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحفظنا اليك رفيقا. كما سالك يا ربنا ان تنعم برحماتك ورضوانك على هذا الولي الصالح في تعزوز، وان تجازيه عن امته وعن وطنه كل خير يا رب العالمين. اللهم احشره مع الذين انعمت عليهم من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. مولانا اياك سالنا ولاحسانك تعرضنا وما عندك من خير طلبنا، فاقبل اللهم بشكر كريم علينا ولا تخيب رجاءنا واعطنا سؤلنا فقد اعطيت الايمان من قبل الصغير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مبارك مرحوما، واجعل تفرقنا منك فرقا موفقا من الشر معصوما، ولا اجعل فينا ولا منا ولا معنا شرقا مكروما. اللهم اقي امتنا كلها مكروه، اللهم اقي وطننا كلها مكروه، اللهم وحد كلمه المسلمين على الحق، اللهم وحد كلمه المسلمين على الحق، واوجه جهودهم لما في اعلى كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. كما اسالك يا ربنا في هذه اللحظات المباركات الطيبات ان تصل اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم ارزقهم الصبر والثبات واليقين، اللهم ارزقهم الصبر والثبات واليقين، حتى يحرروا ارضهم، وحتى يسددوا امجادهم، وحتى يوحدوا كلمتهم، وحتى يبنوا دولتهم وعاصمتهم الشريف ان شاء الله. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من دوننا رشدا، وبحتسب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.